حبايبي مثل ما كنتوا محظوظين لأنتوا قدامكم هون في عند الانتاج. السلام عليكم، نبدا بسم الله ما شاء الله، معكم ابن الشام. حبايب القلب، اليوم موضوعنا بيحكي عن طير البكر، يعني ذكر بكري ما نزاي قبل هالمرة. كيف طريقة التعامل مع هذا الطير او مع هذا الذكر؟ طبعا انا حكيت بفيديو سابق عن الانتاج البكرية كيف طريقة التعامل معها، وحكيت كمان بفيديو سابق كيف التعامل مع جوز بكاري لسه ما نزائين قبل هالمرة. بتمنى ان الكل ينزلوا ويشاهدوا الفيديوهات القديمة، بإذن الله تستفادوا منها كتير. طبعا للتنويه قبل ما نبلش بموضوعنا يلي هو لح يصير في بس مباشر قريبا بإذن واحد احد، ولح يكون في مسابقة بإذن الله. المسابقة اللي حكي عنها بفيديو لحالة بإذن الله، ممكن يكون فيديو قصير. طيب إذا أنا عندي طير بكري كيف أنا بتعامل مع هذا الذكر؟ هلأ أول شيء أخي الكريم، لازم أنت وقتك تروح تشتري الطير من المحل، أنا عطول بنوه على هاي الموضوع بس لازم أحكي فيه بكل فيديو لحتى نحن نوعي كل الشباب بإذن الله، والكل يصير عندهم خبرة بهذا الموضوع. أنا لما أروح بدي أشتري طير، أول شيء بنفخ عليه، بنفخ على بطنه وبشوف فيها هل ترى مثلا امراض لا سمح الله، في عرق ازرق مثلا، في عنده انتفاخ بالبطن، في عنده احمرار بالبطن مثلا، الطير كيف حركته بالقفص. انا لما اشوف هذا الطير بسم الله ما شاء الله، انا لما اشوف هذا الطير حركته منيحه بالقفص مثلا وما في شيء نهائي باذن الله، ومثل ما انتم عم تسمع الاصوات عنده مثلا تغريد قوي، هذا الطير باخذه انا وبقتنيه، وبدها تكون عندي انتاي لافه العش وجاهزه 100%. طبعا الذكر بده يكون عمره تقريبا بين التسعة اشهر للسنه، بده يكون فرخ هاي السنه، وبده يكون تغريده يعني مثل النار، يعني بده يكون جاهز 100%. طبعا كيف انا بدي اعرفه انه جاهز 100%؟ انا حكيت بفيديو سابق عن هذا الموضوع اللي هو بنفخ انا على البطن، بده يكون الله يعزكم بده يكون المزبل ظاهر مبين، وبده يكون تغريده قوي مثل النار، ولو حط لكم رابط الفيديو بصندوق الوصف. طيب قلنا نحن مثل ما يكون شايفين بسم الله ما شاء الله، هذا هو الذكر اللي فوق يعني عم يغرد ما شاء الله، الذكر جاهز وانتاي جاهزة. حطيت انا الذكر بقفص والانتاي بقفص، انتبهوا، وبدي احط العازل بيناتهم اللي هو مثلا مثل ما انكم لاحظين انتم، انا هون مثلا مساوي حاطط عازل الخشب، او مثل ما انكم لاحظين انتم الاقفاص اللي عندي هي هي الاقفاص التزاوج، بده يكون فيها فاصل او عازل. المهم الانتاي لفت العش والامور 100% بالسليم، عملت عملية التشويق والامور باللوز تمام حبايبي. جيت انا دخلت الذكر على الانتاي، الذكر اول ما دخل على الانتاي بعد عملية التشويق بصير كتير مع الشباب، شو بصير؟ بصير تشاجر، او ممكن يصير مثلا يفوت على عش ينكتل العش، يعني يكب الخيطان بارضية القفص تمام، او القطن مثلا او اللبادة، ممكن يصير تشاجر. انا هون شو وجب علي يساوي؟ لازم امسك الذكر اعزله لحاله، خلي الذكر بقفص وخلي الانتاي بقفص، بعد 3 ايام برد برجع الذكر مرة تانية عليها. طيب اخواني بعد ما رجعت الذكر عليها الانتاي ان شاء الله برجع براقب تصرفاته، رح يكون باذن واحد احد اتفقوا، وطبعا يفضل اعاده طريقه التشويق مره ثانيه لحتى تضمن ان شاء الله بعد اذن رب العالمين بس يدخل الذكر على الانتاي رح ياخذها دغري باذن واحد احد والامور تكون بالسليم. طيب حنقول احنا الذكر اخذ الانتاي والانتاي باضت وكل الامور 100% تمام. كمان بدك تراقب تصرفات الذكر انت بس يكون الانتاي حاضنه للبيض، ممكن في بعض الذكور لسه بده ياخذ بك من الانتاي مره ثانيه والانتاي حاضنه للبيض، يجب عليك اخي الكريم انك تعزل الذكر لحاله والانتاي لحال بحيث الذكر ما يشوف الانتاي، وبس يصير موعد الفطام او الفطام اون، وبس يصير موعد التفقيس فيك تدخل الذكر على الانتاي وتراقب تصرفاته. انا ما دخلت الذكر على الانتاي بدركه، لا لازم راقب تصرفاته، هل يا هل ترى بده يرجع ياخذ بك مره ثانيه، او ممكن يرجع مثلا ينكتل العش مره ثانيه، ممكن يصير بعض المشاكل مره ثانيه. اذا بتعرف انت الانتاي ممكن مثلا تفقس البيض لحاله والطعم الفراخ لحاله، ما في اي مشكله على الموضوع، فيك تترك انت الذكر بالقفص لحاله وتخلي الانتاي لحاله حاضن البيض لحتى يصيروا الفراخ كبار، فيك تحط انت العزل السلكي تمام يلي هو بالنص مثل ما يكون لاحظين انتم قدامكم هون مثلا،
ساعتها ممكن ترجع تدخل الذكر عليها مرة تانية مشان ترجع تبني العش أو مشان تساوي عش جديد إن شاء الله. هذا موضوع العش الثاني أنا حاكي عنه بفيديوهات قديمة، لحط لكم رابط الفيديو بصندوق الوصف مشان ما يكون الفيديو كتير طويل عليكم ويكون الشرح طويل عليكم. طبعا كمان الذكر البكر ممكن يكون بكه فاضي، اول بطن ممكن يكون بكه فاضي فامر طبيعي، ممكن ثاني بطن كمان يكون بكه فاضي كمان امر طبيعي. يعني مثل ما مجرب الانتاي 3 بطون كمان مجرب الذكر كمان 3 بطون. يعني في كثير من الاخوه المربيين بس يشوفوا اول بطن طلع عندهم فاضي ممكن يشيلوا الذكر الا اخي بده يبيعه، او البطن الثاني لا اخي الكريم جرب الذكر 3 بطون، بعد 3 بطون اذا شفته انت بكه عم تحسه مثلا انه عم يطلع لك، اذا شفت الذكر عندك انت بكه فاضي مثلا من اول بطن او الثاني او الثالث وجب عليك اخي الكريم انك تجربه انت على انتاي تانية. اذا شفت نفس الموضوع عم يصير مع انتاي تانية هون ساعتها بدك تغير الذكر. حبايبي مثل ما كنتم لاحظين لانتم قدامكم هون في عند الانتاي كانت لافه العش وجاهزه واموره تمام باللوز، لما دخلت الذكر عليها الذكر دغري شو سوا خرب لها العش بارضيه القفص مثل ما كنتم لاحظين. انا دغري شو عملت؟ عملت اللون العازل مثل ما كنتم ملاحظين هيك افضل واحسن لحتى ترجع تبني العش مره ثانيه. تمام انا بشيل بس العازل البلاستيكي بخليهم بس بالعازل السلكي بحيث انه يشوفوا بعض، يعني عمليه التشويق. تمام بس تبني العش وتخلص 100% هون ساعتها لما يشوفوا بعض بالعزل السلكي برجع بدخل الذكر عليها مره ثانيه. طبعا اكيد ما بنسى انا الدعم بالكالسيوم للانتاي وللذكر بالنسبه لموضوع كمان الخضروات والفواكه مثل ما انكم لازم انتم شايفين هون الذكر بسم الله ما شاء الله عم ياكل تفاح، لازم تدعموا طيوركم بهذا الوقت. وباذن الله رح نزلكم فيديو بعض الخلطات اللي انا عم اقدمها لطيوري، بس رح يكون فيديو جامع كل الخلطات بفيديو واحد باذن الله. طبعا كل حيقول لي هلا انه ليش هيك عندك انت الانتاي مثلا يعني صايره مثل ما انكم لاحظين بدل ما انا جزريه فاتحه صايره سوداء، شو عامل او شو حاطط؟ الكل سالني على موضوع المشربيات وفيديوهات قديمه، انا عامل كنت فيتامين حاطط لهم فيتامين وعامل فيديو عن هذا الموضوع. هلا شو مساوي؟ اللي مساوي حاطط لهم هون بالخلطه الفحم الخشبي، وانا عامل فيديو سابق عن موضوع الفحم الخشبي شو فوائده للطيور وخاصه بهذا الوقت. طبعا بتمنى الكل يروح على صندوق الوصف ويشوف شو فوائد الفحم الخشبي، ما يكون فحم ارجيله ولا يكون فحم شوي فيه مثلا المادة اللي بحطوها مثلا ان كان نفط ولا اي شيء، بده يكون فحم خشبي يعني فحم السنديان او اي فحم خشبي، مهم ما يكون فيه مضاف عليه اي مواد كيماويه. يلي عايش باوروبا فينه يجيب مثل ما انكم لاحظين انتم قدامكم هون اسمها كربون، هاي هي اسمها كربون. وطبعا التعليمات موجوده قديش المقادير. طبعا اخواني حبايبي بتمنى الكل يشارك الفيديو هاد وكل فيديوهاتي، اي حدا عم يدخل على القناه مثلا اي قناه يوتيوب ثانيه في بعض الاسئله مثلا عم تكون موجوده مثلا وانتم بتعرفوا انه ابن الشام مثلا حاكي على هاي الفكره، بتمنى منكم تعملوا مشاركه للفيديو اللي مطلوب بالقناه الثانيه مثلا على اليوتيوب قناه العصافير او على الفيسبوك او على اي. طبعا اذا حابين انتم تساعدوا ابن الشام وتكبر ان شاء الله عائلتنا اكثر واكثر وتكبر قناتنا باذن الله اكثر وتصل المعلومات اللي انا عم اطرحها بهي القناه او بفيديوهاتي لاكبر عدد ممكن، حبايب قلبي كان معكم ابن الشام، بتمنى التوفيق للجميع والسلام عليكم.